نحو نصف الساكنة القروية نساء وفق رقم جديد أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط، تعداد النساء القرويات لبلادنا لهذا العام ناهز 6.5 مليون نسمة، ما يعادل نحو نصف الساكنة القروية، والتعليم أولوية الأولويات في القرية. كنا بإحدى مدارس قرى توريرت، ما رصدناه صورة مختلفة تماما، لكنه الاختلاف المحمود والمرغوب أيضا. فصل نموذجي في إحدى المدارس الابتدائية لا مجال فيه للطبشورة، والسبورة الخشبية استبدلت للحظات بلوحات إلكترونية. التجربة بدأت ب15 لوحة. أسامة أفقير، يونس ناصري. التقنيات الحديثة تستعمل في التعليم هنا في مجموعة مدارس وادي الذهب بالجماعة الترابية أهل وادزا. تلاميذ المستوى الابتدائي يتلقون دروسهم وينجزون تمارينهم بواسطة اللوحات اللمسية. احنا نقرأ في اللوحات اللمسية وبالتلفاز، وهذه اللوحات اللمسية سهلين ونقرأ فيهم، نقراو فيهم التمارين والرسوم المتحركة. المؤسسة يعني كتوفر على واحد العتاد معلوماتي جد متطور، اللي هو عبارة عن واحد 15 لوحة لمسية اللي كنستمروها في العملية ديال العملية التعليمية التعلمية، واللي كتلقى واحد الإقبال لدى المتعلم اللي كتير عنده واحد الشغف للتعلم وواحد الحافز أكبر، وهذا الشيء كيأثر بشكل جد إيجابي على الجودة ديال التعلم بالعالم القروي. طريقة التدريس هذه تحسب على برنامج تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين الولوج إلى عالم المعرفة الرقمية، هدفان أساسيان لهذا البرنامج. برنامج تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمؤسسة التعليمية هو من أهم المجالات البيداغوجية اللي كتشتغل عليها المديرية الإقليمية بتوريرت في إطار برنامج عام ديال وزارة التربية الوطنية والأكاديمية، وكنحققوه من خلال مجموعة من المداخل. هناك المدخل نتاع التكوين، المدخل ديال التجهيز، والمدخل ايضا ديال المواكبه عبر الانشطه البيداغوجيه. هذه المؤسسه اللي احنا فيها نقدروا نقولوا بانك تجتمع فيها هذه المكونات بثلاثه. في إطار برنامج تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، ومنذ إطلاقه سنة 2006 تم تجهيز 9000 مؤسسة بالتجهيزات متعددة الوسائط مع ربطها بالإنترنت، أي ما يعادل 87% من المؤسسات المستهدفة.